من يودع المجرمين في السجن موقوف معهم. مفارقة حصلت في بغداد مع ضابط برتبة مقدم. الضابط إبراهيم خليل متهم بالتواطؤ في قتل شخص بعد نشوب خلاف بين طرفين. الشخص لجأ لمركز الشرطة الحبيبية لتقديم شكوى، ثم ذهبت معه دورية لمعرفة ما يحصل. وعند الوصول قتل الشخص المشتكي داخل الدورية، واتهم الضابط بالتواطؤ مع الطرف الآخر في قتله، لكن عائلة الضابط تنفي تلك الاتهامات. صارت عركة بين عشيرتين، وجوا سووا ودقوا، اكو عشيره دقت هاي العشيره، فهاي العشيره اللي دقت اجوا وسووا دعوه بالمركز، مركز الحبيبيه. من ضمن مركز الحبيبيه مقدم ابراهيم اللي هو اخوي، اخذ دوريه وطلع على ذول الدقوا هاي العشيره. من طلع لقاهم امتانينهم بالشارع، لان هم عرك بيناتهم ورشاشات بيناتهم، وهاي العركه صار لها 6 أشهر بيناتهم الطلايب. فاول ما وصلوا الدورية رموا الدورية، توفى بيها واحد متهمين ابننا مقدم إبراهيم، هو مسلمه لهاي العشيرة وهو متفق وياه على مود يقتلونه. 60 يوما مر على الضابط إبراهيم داخل السجن. عائلته تؤكد بأنه خرج مع قوة من المركز رفقة المشتكي ضمن سياقات عملهم، وهذا ما ينفي ادعاءات تواطؤه كما يقولون. ومع النفي يطالبون بإطلاق سراحه كونه وفق حديثهم بريء من تلك الاتهامات. هو هسه موقف لحد اليوم 60 يوم، ونحاول اعتيادي اليوم لو بيقصور ما نطالب حق اطلاقه، يعني هو الرجال قام بكل واجباته واتهمنا انه اكو تشير من الخصم، يعني عائله المغدور الله يرحمه، انه هو متواطئ هو كذا. ناشد رئيس الوزراء ووزير الداخليه والقانون باطلاق سراحه بنا. ايه بريء، ما عنده شيء، طالع بواجبه بامر مدير المركز والقوه الماسكه. وما تزال القضية رهن التحقيق عند الجهات المعنية لبيان ملابسات ما حصل. روايتان متعكستان لغاية الآن بين أهل المقتول وأهل الضابط، اختلاف سينتهي مع انتهاء التحقيق وبيان النتائج لمعرفة الحقيقة الكاملة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.